جهود إضافية استنفرتها دائرة الصحة في محافظة ديالى لإسعاف العدد غير المعتاد من المصابين الذين استقبلتهم مستشفى بعقوبة التعليمي أول أيام عيد الفطر. مئات الحالات الطارئة، منها حوادث السير وحالات التسمم المعوي والإصابة نتيجة المشاجرات. فقد أعلنت دائرة الصحة ديالى عن استقبالها أكثر من 600 حالة طارئة. اليوم مستشفى بعقوبة التعليمي داخل محافظة ديالى استقبلت ما يقارب 600 وشوية من الإصابات داخل محافظة ديالى. هاي الإصابات مقسمة تقريبا 180 هي حوادث إصابات مرورية، 60 حالة للباطنية ومباطنية كبار سن جونا إصابات أطفال. تعرف أنت اليوم الحوادث تكثر لأن أيام أعياد والشوارع مكتظة بالسكان. جينا أكثر من حالات الاصطدام بالسيارات وحوادث السير، هي حالات الدراجات النارية حتى اللي إحنا نشوفه، أكو هواية شباب يفقدون أرواحهم نتيجة الدراجات النارية. أكو حوادث كثيرة، وإحنا محافظة ديالى تعرف يعني إحنا المستشفى عام بعقوبة يعني تعتبر المستشفى الوحيدة اللي تستقطب جميع هذه الحوادث. مديرية المرور عزت أسباب بعض الحوادث لعدم الالتزام بقواعد المرور، ما دعاها إلى نشر مفارز ودوريات ونقاط تفتيش لحث الأهالي على الانضباط المروري وتقييد حركة السيارات والدراجات وتجديد المحاسبة على المخالفين. الحقيقة المواطن هو دا يتجرع دا يجي دا يستخدم سيارته بصورة بسرعة شديدة خارج عن القانون، رجل المرور دا يغرمه، بس اليوم الناس الغرامة يدفعها بعد ما يطلع من رجال المرور ايضا يعيد نفس المخالفه، فمن دا يرتكب حادث هو بنفسه دا يؤدي الى التهلكه، الى تهلكه نفسه وعائلته. احنا اللي نرجو منه الالتزام بالسرعه المقرره قانونا. فرحة العيد في بعقوبة مركز محافظة ديالى لم تكن مكتملة بسبب هذه الإصابات التي قالت الدوائر المعنية في المحافظة إن أغلبها ناتج عن الإهمال المروري أو الصحي. وبحسب الأرقام الرسمية فقد سجلت محافظة ديالى خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 1200 حادث مروري على الطرق الرئيسة، بالإضافة ل 200 حادث سير للدراجات النارية أغلب ضحاياها من الأطفال والشبان. أحمد الرسام، الحرة، ديالى.